بينهما دقائق، حيث حدث في ذات يوم أن تواصل معي أحد الشباب يسأل عن موضوع فيه خير، وكان يناقش فيه، وبعد أن أنهينا الحوار بدقائق يصلني خبر وفاة زميله الآخر، حيث كان الشاب الذي يتواصل معي يتواصل مع شاب آخر، هم يتعاونان جميعاً أو معاً على فعل خير، بارك الله في من بقي وغفر الله لمن مات. وبعدها بدقائق يصلني خبر وفاة ذلك الشاب الذي هو سبب بركة ذلك الخير الذي يشتغلان من أجله. حيث أدخل إلى التفصيل فأقول اثنان من الشباب كانا يتعاونان في بناء مسجد، أحدهما يشتغل في السلك العسكري والآخر يشتغل في العمل الحر، والذي هو مهتم بالأمر أكثر الذي يشتغل في السلك العسكري، فهو مهتم بإنجاز المسجد الذي يبنيانه في أسرع وقت ممكن، وقد وضع خطة يعني مستقبلية لما سيكون في هذا المسجد من نشاط ومن دور ومن إحياء. فيسأل زميله الآخر من مكان عمله، يقول له هل تواصلت مع المختار وناقشت في الموضوع؟ فتواصل معي في تلك اللحظة وسألني، كانوا يريدا يعني لهما رغبة في إضافة يعني أمر إلى المسجد، وكان يعني يستشيراني في الأمر من حيث الإمكان من عدمه على سبيل المذاكرة. فأجبت الشاب الذي سألني فتواصل مع زميله العسكري وأخبره أن الأمور طيبة ونتوكل على الله. وبمجرد أن اتصل به بعدها بدقائق يصل خبر وفاة ذلك الشاب الذي يشتغل في مكتبه في العسكرية. فطبعاً تلقيت حقيقة الخبر، وعند وصولنا إلى العزاء لم أتمكن من حضور الدفن بسبب أنني كنت في مكان بعيد. عندما التقيت بالشاب حكى لي القصة، يقول كنت أتواصل معك وأسألك وأتواصل معه وأنا موجود، وأنا موجود يقول مع العمال في المسجد، يقول اتصل بي زميله بعدها بدقائق قال لي فلان تعبان تعال الحق علينا، يقول اعتبرته مزاحا. قال اتصلت مرة ثانية على نفس هاتف زميلي ورد عليه هو، قال يقول أقول لك فلان تعبان الحق علينا في مكان في العمل في مكان عملهم، يعني مكان بعيد. يقول ما دار اصلا في بالي يعني انها تصل الى هذه المرحله. المهم يقول سبحان الله دار في نفسي حادث فتحركت، يقول اصل اجت الشاب منتهي خلاص في مكان العمل، يقول قبل ان حتى ان يسعف الى المستشفى مع ان المستشفى كان قريب. فيقول سالت زميله قال بعد ما انهى تواصله معك سقط الهاتف من يده، كان ممسك بالهاتف يقول فسقط الهاتف من يده وسقط لا يعاني من أي شيء، شاب في ريعان الشباب لم يصل إلى سن الثلاثين بعد، حسب ما يعني فيما أحسب أنه لم يصل إلى سن الثلاثين بعد. بين تواصله معي وبين خبر وفاته دقائق، وأحد الشباب خرج من بيته متجها من أجل أو للإعداد لإكرام ضيف، فيخرج معه بعد أن سأل أمي اتصل بي زميلي فلان أو أخي فلان هو صاحبه، يقول ماذا أعددت يعني للعشاء كان وقت الليل، فقالت له يعني ما لست يعني ليس يعني العشاء الموجود شيء بسيط يعني ما استعد
بحيث أنه يكون يمكن أن يقدم إلى ضيف وإن كان كلها نعمة لكنه شيء بسيط. فخرج يريد أن يحضر شيئا للعشاء فخرج ولم يعد، حيث ما هي إلا دقائق من خروجه من أمه إلى أن جاء الاتصال إلى الأم بأن ابنك فارق الحياة. ومثل هذه الأشياء تتكرر كثيرا، يعني هذا في حدود ربما البسيط، هذا في حدود ما وصل إلي مثلا أنا شخصيا، وربما قد يصل إلى البعض منكم أشياء مختلفة تشبه هذا الأمر.